ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. أي نعم، هذا من التابعين، يعني يذكر فضائل التابعين، هم هؤلاء الأئمة، منهم يعني منهم هؤلاء الأئمة. نعم نعم. ومالك والثوري ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. مالك بن أنس الإمام دار الهجرة، والثوري اللي هو سفيان الثوري، والأوزاعي إمام أهل الشام رحمهم الله. نعم. ثم أخوهم أبو عمرو الأوزاعي ذاك المسبح. نعم. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إمام بقية الأئمة الأربعة، الشافعي محمد بن إدريس الشافعي، ثم الإمام أحمد بن حنبل. نعم. ومن بعدهم فالشافعي وأحمد إماما هدى من يتبع الحق ينصح. نعم. أولئك قوم قد عفى الله عنهم فأحببهم فإنك تفرح. نعم، تحب السلف الصالح وأئمة الإسلام فإن هذه علامة الإيمان. نعم. ولم يذكر أبا حنيفة لأن أبا حنيفة قيل إنه من التابعين، إنه أدرك الصحابة، قيل إنه أدرك جماعة من الصحابة، والصحيح أنه من أتباع التابعين، أنه لم يدرك الصحابة وإنما أدرك التابعين، فهو من القرن الثالث من القرون المفضلة رحمه الله. نعم. وهو أول الأئمة الأربعة، هو أقدم الأئمة الأربعة. نعم.